الاسم ديالي شيماء جاحد، عندي 21 سنة، استوديونت اون لوجيستيك اي شانتوز. هاد التجربة كانت هي اغنية قالولي اللي كانت صراحة دوزيام شونسون ديالي، كانت فيتورينغ مع زكريا البنج، والحمد لله كان عندها نجاح وعجبت الناس بزاف وهادشي اللي بغينا. البنج اول حاجه كان واحد لامي اون كوما اللي تلاقاه هو الاول وهضر لي عليا ولا ميم شوز، المهم عرفوا عليا اكسيتيرا وصافي، وتلاقينا وهضرنا وقررنا نديرو افيتورينغ. ديجا عندي العمل الاول كان سولو اللي هي اغنيه حبيبي، وان شاء الله من بعد دابا غادي نغني شي وحده سولو. الغناء حيتاش ملي كنت صغيره وانا كنغني وعندي الميولات للغناء، وكنت كندير لي كور دو شون حيتاش كافه باقي صغار، باقي ما تكونيش ريسبونسابل اكسيتيرا، فهمتي؟ دونك قررت نقرا، ودابا بقات لي ما بقاش لي بزاف باش ناخذ الدبلوم ديالي، صافي قلت علاش لا نبدا دابا. وي اون باراليل كنقرا وفي نفس الوقت كندير لو شون. انا حاليا كنغني البوب شويه راب اكسيتيرا، مي باقي ما لقيتش ان ستيل اكزاكت اللي نمشي فيه، باقي الله كنشوف ان شاء الله نشوفوا هذا لو ستيل. كيعجبوني صح بزاف الفنانه بحال زهير بهاوي، سعد المجرد، دنيا باتمو سي، تيعجبوني هادو ملي كنتبع والاصوات ديالهم تما زوينين. كاين كيعجبني نقدر زعما كيعجبني ستيل ديال زهير بهاوي ديال تيوتيو، تيجيني ان ستيل اللي هو كومباتيبل مع لو ستيل ديالي.